انعمر، وصلتنا المصاري. ممتاز، اجت بوقتها. هلأ بنقدر ندفع إيجار البيت والفواتير ونجيب شوية أغراض للبيت، بس ما تنسى تلبس الكمامة والكفوف لما تروح على البنك بكرة. أكيد طبعاً، ما تقلقي. بابا لو سمحت خليني أجي معك. لا حبيبي، لازم الصغار يضلوا بالبيت بأمان أحسن، بس رح أجيب لك إشي حلو وأنا راجع، ماشي؟ حتى لو كنا مستعجلين، لازم نحمي حالنا واللي حوالينا من انتقال الفيروس. بدنا نضل منتظمين بصفوف ونحافظ على مسافة مترين، نسلم على بعض من بعيد، نحاول ما نعمل تجمعات، نعقم إيدينا بعد ما نستخدم الصراف الآلي ونلمس المصاري، والأهم من هيك ضروري نصبر على بعض ونكون لطيفين مع بعض. هاي الفترة صعبة علينا كلنا، لهيك لازم نكون فيها إيد واحدة. لازم نضل محافظين على التباعد الاجتماعي، خاصة في الأماكن الصغيرة والضيقة. الفيروس موجود حوالينا، عشان هيك لازم نتجنب نلمس الفم والأنف والعيون، ونعقم إيدينا دايماً وكل ما بنقدر. استنوا، ما تلمسوا إشي، لازم نعقم الأغراض قبل ما نستخدمها. أصبروا حتى نضل كلنا بصحة وأمان. أبو عمر، ما تنسى تترك حذائك عند الباب وتغسل إيديك 20 ثانية. الفيروس موجود حوالينا، مشان هيك الالتزام بقواعد السلام العامة هو الأهم والأسلم إلنا جميعاً.